بالنسبه بقى للدايجنوزيس بتاع الاورجانوفوسفيت بويزنج، اول حاجه فانا باخد من هيستوري من العيان، هيستوري من العيان بساله هل جه على ايدك اورجانوفوسفيت، هل انت كنت بترش المحصول مثلا ومش لابس ماسك او مخدتش اجراءاتك كويس، هل انت كنت بتحاول تبلع حاجه عشان كنت بتحاول تنتحر يعني بيها، او مثلا لو طفل صغير مش عارف ده ايه وقام شاربه عشان يشوف ايه ده، فانا باخد هيستوري من العيان. تاني حاجه ببص على السيمتومز اللي ظاهره عندي، بشوف الكلينيكال بيكتشر بتاعته. لكن السيمتومز بتاعه الاورجانوفوسفيت بويزنينج دي بتظهر من دقائق لساعات على حسب انا اتعرضت زي البويزن ده، على هيكون المده اللي هيستغرقها البويزن في ان هو يظهر لي كسيمتومز. بيقول لك ان الانهيليشن ده اول حاجه او ده اسرع حاجه بتبين لي السيمتومز، وبعد كده الانجيشن ده تاني حاجه، وبعدها الديرمال روت. الساينز والسيمتومز اتكلمنا عليها مره في الكلينيكال بيكتشر، بس نقولها بسرعه كده. الاي هنلاقي ان هي في بلورنج وبين بوينت بيوبل، ده طبعا بسبب الميوزز. بنلاقي ان في هيدك وفي ديزنس، هنلاقي في تريمور او سيجرز، ممكن يبقى يحصل له لوس اوف كونشسنس. الجي اي هلاقي دايريا فوميتنج، هلاقي نوزيا وكرامبس، والمصل هيبقى فيه ويكنس وكرامبس وتويتشنج، والجلاند هلاقي طبعا درولينج بسبب السليفري جلاند، والسويتنج بسبب برضو السويت جلاندز، والتيرنج بسبب اللاكريمال جلاندز اكتيفيشن. بالنسبه لللنج بلاقي بقى ان في شورت اوف بريث وكف وويزنج وراني نوز وتشست بين، وطبعا ده اتكلمنا عليه بسبب برونكو كونستريكشن والبرونكوريا. تالت حاجه ايه هي الانفستيجيشنز اللي انا ممكن اعمل. احنا قلنا ان الكولين استريز ده في منه نوعين، في نوع اللي هو الترو كولين استريز وفي السودو كولين استريز. السودو كولين استريز ده موجود في السيرم والبلازما، وفي ترو كولين استريز وده موجود في الريد الار بي سيز والسي ان اس. انا بحسب الاثنين، ببص على الموجود السيرم وكده ابقى حسبت السودو، وببص اللي موجود جوه الار بي سيز وكده ابقى حسبت اللي موجود في الار بي سيز اللي هو الترو اللي هو برده موجود في السي ان اس، فكاني حسبت اللي موجود في السي ان اس لما احسب اللي موجود في الار بي سيز. تاني حاجه بعمل حاجه اسمها ثين لاير كروموتوجرافي، ده عشان اشوف الاورجانو فوسفيت في الفوميتاس بتاع العيان، او لو انا عملت جاستريك ووش. تالت حاجه ان انا بعمل له سكرينج تيست عشان ايه، عشان ده طبعا لو في حاله امرجنسي فانا بدي له الاتروبين، ده اللي بعمل بيه دايجنوز. بعمل ايه؟ المفروض ان انا لما بدي الاتروبين اتوقع ايه، الاقي الطبيعي ان الاتروبين يعمل ايه، يقلل السكريشنز فيعمل لي دراي ماوس، المفروض يعمل لي دايلاتيشن في البيوبل، ومفروض يحصل تاكي كارديا عشان قللت الفيجل تون. طيب انا اديت العيان ده من 1-2 ملي جرام لو هو ادلت، وبدي 25-100 ملي جرام لو هو سمول تشايلد، وبديها انترامسكولر او انترافينوس، واستنى من 10-20 دقيقه. لقيت ان حصل دراي ماوس ودايلتيشن تاكيكارديا، خلاص يبقى العيان ده مش اورجانوفوسفيت بويزن. طب لو ما لقيتش بعد 20 دقيقه ما لقيتش دراي ماوس ولا دايلتيشن ولا تاكيكارديا، يبقى كده انا عملت دايجنوزز ان العيان ده ايه، فعلا عنده اورجانوفوسفيت بويزنج، ومفروض بقى بيرسيد وذ تريتمنت.